بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نكمل إن شاء الله في أمور تتعلق بدرسين ماضيات. في البداية حتى نختم على وجه السرعة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا إن هذا المقصود يوم القيامة، عندما يأتي الناس بعضهم يأتي وهو مشرك، هون إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إذا شرك دنيوي ممكن يتوب منه، فالمقصود الآخرة. فلا يليق بالمسلم أصلا، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر، إنه إنسان مات على الكفر، وإحنا متأكدين إنه مات على الكفر. طبعا شو معنات متأكدين؟ كبشر يعني لحد وين متأكدين؟ ما يجوز إنه نستغفر، لأنه إن الله لا يغفر. طيب، هل المغفرة، طبعا هذا صلة احنا تحدثنا في المرة الماضية بس هذا تكمل شوي، هل المغفرة صورة من صور الرحمة؟ طبعا. إذن أنو الأشمل؟ الرحمة. والأحاديث الشريفة والآيات نصت على عدم جواز الاستغفار لمن تبين عند موته أنه من أهل الجحيم. الاستغفار، إذن عندي الرحمة وفي الاستغفار صورة من صور الرحمة، ولكن في الاستغفار فيه مش بس محو الذنب وكمان مثوبة. في حين الرحمة لها صور، من ضمن هذه الصور تخفيف العقوبة. مثلا جاء في الحديث الصحيح اللي رواه أكثر من صحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي طالب، طب أبو طالب كان يعني يقف يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفوا في السيرة. طيب استفاد أبو طالب من هذا الكلام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم خلاصة الأمر اللي ورد في الأحاديث إنه تشفع في أبي طالب فخفف عنه أو سيخفف عنه العذاب يوم القيامة. طب هذا التخفيف رحمة ولا مش رحمة؟ سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لأبي طالب اللي مات أكيد على الشرك، سأل له التخفيف؟ سأل له الرحمة، واستجيب ويخفف عنه يوم القيامة. هذا بالناس اللي مستشكلين قضية لما قلنا إنه لا يجوز الاستغفار بس يجوز الاسترحام، تمام؟ طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا يكون موصينا الله سبحانه وتعالى على الآباء المؤمنين بس، يعني معناته إذا الأب مش مؤمن هذه الوصية تنطبق ولا ما تنطبقش. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طب واحد أبوه كافر، مطلوب إنه يحسن له ولا مش مطلوب؟ أبوه وأمه يحسن ولا ما يحسنش؟ يحسن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، مش اغفر لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، هو لو قال سبحانه وتعالى وقل رب اغفر لهما كما ربياني صغيرا لقلنا جاءت السنة وفسرت وقالت إنه لا يجوز الأب أو الأم اللي ماتوا على الشرك إنك تستغفر لهم، يعني ممكن تأتي السنة وتوضح. نعم، زي مثلا الحكم الشرعي أن القاتل يقتل مثلا. طب هو أي قاتل اللي يقتل؟ ما في تفاصيل، في تفاصيل، مش أي قاتل يقتل. مثلا نفرض هالقاتل دون البلوغ، نفرض هالقاتل الأب أو الأم، نفرض هالقاتل بالخطأ، نفرض هالقاتل، انتبهتوا تفاصيل. طب منين عرفنا هالتفاصيل؟
من السنة، ولا هي السنة تبيان تبيان. طيب هل ورد إذن لو كانت وقل رب اغفر لهما كان منقول والله جاءت السنة وقالت معناته خرج من هذا الكلام الآباء والأمهات اللي ماتوا على الشرك. طب هو الآن يخرجوا لي من الآية هاي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يخرجوا أشوف الأب الكافر أو الأم الكافرة بدليل، بدليل من السنة. لأني لاحظت أنه الناس بتحاول، وهذا جميل أنهم يحاولوا، لأنه مشان أبقى متأكد أن الأمور تمام يعني ماكنة ولا معناته ممكن يكون في أمور إحنا مش فاهمينها، ففي محاولات إذن. طيب هي الرسول تشفع في أبي طالب وهذا رحمة، خفف إله خفف. طيب وهي وكن رب يرحمهما وما فيش الآن في السنة ما يبين أنه لو قال اغفر لهما خلاص محلولة. طيب وإيش كمان؟ في منهم اعترض قال الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك إيش يأسوا من رحمته. أيوة بقول لك هاي هاي هذول والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي. بقول له هاي يأس من الرحمة انتهى، معناته ما فيش رحمة. لا هو اللي يأس، ما هو الله سبحانه وتعالى يقول، سبحانه وتعالى يقول على لسان يوسف عليه السلام أو يعقوب عليه السلام شيك ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن الكافر من شأنه أن ييأس. ليش الكافر من شأنه أن ييأس؟ لأنه ما فيش عنده، ما هو إما إذا كافر بالآخرة مثلا معناته فيش بعد أخروي، فهذا يائس من أنه يكون في إشي اسمه آخرة وله فيها ثواب أو غيره، أو معاصي كثيرة جدا إلى درجة بقول لك والله الله ما بيغفر لي. طبعا هذا كفر، مشك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب هاي بتفسر هاي يأسوا من رحمتي، إذن ما لهم هذول؟ لأنهم كفروا نتيجة كفرهم بآيات الله وكفرهم بلقائه ما فيش آخرة، فهم يأسين من الرحمة في الآخرة، لأنه الآخرة من أصله يعني ما فيش، ما هو إذن هذا بدلش كمان. طيب مين مثلا فسر مثل هذا التفسير؟ يعني عدد من المفسرين، منهم مثلا السعدي مشهور رحمه الله. طيب بني إسرائيل ما لهم بني إسرائيل أعمال؟ عسى ربكم أن يرحمكم وهم في العداء. لا عسى ربكم، احنا ما بنحكيش على الأحياء، احنا ما بنحكيش عن الاسترحام والاستغفار للحي، احنا بنقول من استيقن انه مات على الكفر من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. انا قصدي انه برحمهم وهم كفار. من عم بقول احنا الكلام الان عن مش عن الاحياء، من مات على الشرك. طيب واعترضوا كمان باعتراض، هذا الاعتراض بدي كنت شارحه زمان، ما هوش اعتراض اصلا، بس هو هذه المحاولات انهم يجدوا يعني ما يدل على خلاف ما قلنا، جميل انه يحاولوا مشان اذا لقينا انه كنا غلطانين نتراجع ونكلكم غلطنا، ما تسترحموش من يوم طالع نصير نقول كأنكم دائما تسترحموا. يعني كان بعض الناس كان قال يعني نسترحم لا 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 مثلا شارون، شو الله اكبر واحنا قايلينك استرحم لشارون، يعني ما تذكرتش الا شارون. طيب ايه الان؟ هذا دليل على المماحكة هاي معنى شو، ما هو شو هو الكبر اصلا؟ شو هو الكبر؟ غمط عفوا بطر الحق وغمط الناس، ما بنزل عند الحقيقة. ليش؟ لانه مرات هذه متعلمها وخلاص. طيب ما هو ممكن منقولكم وبعضهم شو احتج؟ قال طيب ما هو اصلا اللعن، ما هو الله لعن، اللعن لعن كفار يعني ولعن الظالمين ومش هيك. طيب ما هو الله لعن، ما هو اللعن طرد من الرحمة. لا مش صحيح، احنا انا اصلا سبق فسرت شو اللعن. مش صحيح انه في اللغة
اللعن هو الطرد من الرحمة. أما احنا بنستسهل مرات، أما لما بدنا ندقق ونستخدم الأدلة، لا، مين قال؟ مين قال؟ وإنما لو نرجع مثلا للسان العرب، وهو من أشهر معاجم المعاجم لسان العرب، راح نجد إنه ابن منظور في لسان العرب بيقول إنه الإبعاد والطرد من الخير، من الخير يعني إبعاد عن الجنة مثلا، أمشيك. طيب، وصاحب المقاييس، هذا كتاب مشهور كثير، ابن فارس المقاييس، برضه بيعتبر إنه إبعاد أو طرد من الخير مش من الرحمة. طب ليش قالوا من الرحمة؟ لأنه استسهلوا، يعني ما فكروش فيها. ما هو الرحمة خير؟ لا، مش هيك الأمور. لا، الرحمة ممكن تكون تنزيل في الشر، يعني بعد ما يكون في الدرك الأسفل من النار بصير فوق في ضحضاح زي أبو طالب يعني. إذن فهذا نوع من الاستسهال، بس لما بدنا نقف إحنا وياهم عند الموضوع مش صحيح. إذن برضو هذا الاستشهاد في قضية إنه اللعن طرد من الرحمة، لا، هذا تساهل. ثم إحنا أصلاً وإحنا نفسر زمان وصلنا عند اللعن، قلنا لكم مش صحيح إنه طرد، قبل ما تطرح هاي القضية من أصله. طيب، بقي إنه الله لما الله سبحانه وتعالى كان موعد موسى وقومه وأخذتهم الرجفة، وممكن يكونوا نفسهم اللي قالوا أرنا الله جهرة، ما هو نص القرآن إنه أحياهم بعد موتهم، بعد ما ماتوا أحياهم. طيب، المهم لما أخذتهم الرجفة وقف موسى عليه السلام يسترحم ويستغفر، مش قضية. وقف موسى عليه السلام بيطلب من الله سبحانه وتعالى، شو كان الرد عليه؟ قال سبحانه وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. هون استشهادهم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شيء عجيب، هذا الكلام كان إجابة لموسى عليه السلام، عم بذكر له الإنجيل الذي لم ينزل بعد، وعم بذكر له محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول له اللي بيتبعوا هذا الرسول النبي الأمي يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. إذن كانوا مبشرين على فكرة بالإنجيل كمان، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والرسول النبي الأمي. مثل ما احنا منبئين اليوم بالمهدي، كانوا أيضا منبئين، ومنبئين بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كانوا يأخذوا عهود على أتباعهم في اتباع الرسول لما بيظهر. هذول بكتب لهم الرحمة. شو يعني بيكتب؟ هي وسعت كل شيء، بس بده يكتبها لمين؟ والكتابة في إيش؟ تثبيت، في تثبيت لهذول. طيب، شو علاقته هذا بتخفيف العذاب كرحمة أو إبادة النار زي ما قلنا في المرة الماضية، الاحتمال اللي قلناه، أو إبادة النار؟ مين قال إبادة النار مش رحمة مثلا؟ هذا إذن مشان إذا في المستقبل أدلة، ما إحنا بنستفيد من هيك أمور، نفهم القرآن برضو، ما إحنا في التفسير. طيب، خلصنا من هاي. باقي الاعتراضات طبعا ضعيفة، مع أنه هاي ضعيفة يعني، إنما طيب. الآن نتحدث اليوم إن شاء الله في موضوع مسألة خوض الانتخابات والتجربة البرلمانية وموقف الدين الإسلام منها. وهنا بدنا نقدم بمقدمات. أول شيء، كنت سبق في بعض الدروس تحدثت في مسألة الإعجاز العددي، العفو العلمي، في ناس من المسلمين يعني من المؤمنين
ينكرون انه في اعجاز علمي. فانا رديت على هذا الكلام، ردود على هذا الكلام الذين يزعمون من المسلمين يعني انه لا يوجد اعجاز علمي. اعطيت بعض التفاصيل. فيما بعد بعث رجل بيشكي لي بقول انت يعني ليش بتهاجم فلان، ليش بتهاجم فلان، يبدو فلان دكتور هذا في الشريعة او شيء من هذا القبيل. وانا اول مرة طبعا بسمع باسم الانسان هذا، اول مرة بسمع، انا لا هاجمت فلان ولا ايش، انا عم بناقش افكار. فكاين هذا مثلا من الناس اللي حاكي بالكلام ومطابق كثير من الادعاءات اللي ادعاها وردي عليها مطابق على كلامه. فقال لي كيف بتهاجم فلان؟ اي هو انا بعرف فلان، هاي اول مرة بسمع فيه. مرات في بعض الناس بتوهموا انه لما انت تقعد تصحح مفاهيم وانت تقعد ترد انك قاعد بترد على انسان بعينه. لا، ليش هو هذا الانسان اللي قلت عنه يا فلان هو اول من قالها؟ طب انا سامعها من 40 سنة واكثر. فهمتوا؟ فهذه ونفس الشيء لما انا مثلا في الدرسين السابقات عم بصحح امور، صار كل واحد مثلا بقول لك انه برد علي او برد على الجماعة الفلانية او بغمز في الجماعة الفلانية. شو هي باقي الجماعة الفلانية برضو بتقول الكلام اللي انا رديت عليه؟ باقيين بكذبوا يعني؟ طيب يفهموها هم، اذا هم اللي بكذب يفهم انه هو بس انت اللي كذبت، ما هو كثير كاذب زيك، بس كل اللي بطنه عظام بتقرقع. بس اني انا اكون قاصد ناس؟ لا، مانيش قاصد ناس بعينهم، انا بناقش افكار وبناقش مقولات تقال، هذا هو. ثم انتوا بالكم انا لما تحدثت في موضوع مرسي في المرة الاولى والثانية، هو انا باقي يعني بدي دافع عن مرسي مثلا؟ ما كان دافعت عنه من زمان. هون احنا بنبين الاحكام الشرعية، ولما نشوف غلط وبيفرض علينا كلام غلط بنوضحه للناس. بصير كل واحد قال لك هذا بيحكي علي، هذا بيحكي علي. فهمتوا؟ نفس الشيء لما قلت كلمة خوارج، خوارج قال لك انت تقصد مين؟ مع اني اصلا انا في كلمة خوارج قلت انه اليوم اللي بيخرج على هالطغاة الحكام في العالم العربي ما هو خارجي، هذا اللي بيخرج بقوة السلاح ما هو خارجي. ثم انه خطورة الخوارج اصلا القدم من ايام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، خطورة الخوارج مش في انهم خرجوا على السلطة بالسلاح، خطورتهم في الافكار. لحد اليوم في ناس الفكر الخارجي موجود، لحد اليوم في فرق خارجية موجودة لحد اليوم، بس اني منها هاي الفرق الخارجية اللي ظلت موجودة، فرقة واحدة اللي ظلت موجودة، هاي اللي كانت في ذاك الوقت من الفرق المعتدلة، عشان هيك طال عمرها. لانه حتى في الخوارج مهم اشكال والوان الخوارج. واذا الخوارج دير بالكم مش بس قضية والله خرجوا على السلطة بقوة السلاح، لا، عادة فقه وفلسفة وتفاصيل، تفاصيل في فهم الدين، اصبحوا فرقة، اصبحوا فرقة في الدين وإلهم اقوال. طبعا تيجي تقول لي مرتكب الكبيرة مثلا خالد في النار، هذا ما هذا هذا كلام باطل، هذا قول خارجي مثلا. فهمتوا؟ اذا هي المسألة مش خطورة والله الناس خرجوا بالسلاح، هذه في السلاح هذه مسألة بسيطة. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ثنتان مؤمنات، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، يعني مجرد اقتتالهم اصلا ما بينفي انهم اخوة، ما بينفي اخوة في الدين، يعني مش اخوة في النسب، اخوة الدين، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. تمام؟ اذا ما يتوهمش برضو بعض الناس انه والله اذا فئتين صار بينهم اقتتال انه واحدة منهم تخرج من الدين. لا، اذا كان كل واحدة عندها عذرها في الكلام او فهمها للطريقة، احنا من نيجي الامة بتصلح بينهم فاصلحوا بينهما. فان بغت، اذا في ممكن تبغى واحدة منهم على الاخرى من كلها عندك ومنقاتلها، منقاتلها وهي مؤمنة، واذا انقتلوا كمان ندفنهم مش شهداء ومنصلي عليهم.
وبنصلي عليهم وبنترحم ونطلب لهم المغفرة، مؤمنين هذول. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. الناس مش عم بفهموا الدين، بظنوا يعني أنه البشر ما بضعفوش أو بلتبسش عليهم الأمر. أو فما حصل في فجر الإسلام هو هذا رحمة. ليش؟ دققوا معي. ما حصل في فجر الإسلام من أمور حتى قد لا تعجب بعض الناس من اقتتال الصحابة أحيانا أو غيره، كل هذا رحمة. ليش؟ من أجل أنه تتضح الفهم إلى يوم القيامة. وأنا بفهمش قداش ضايل إلى يوم القيامة، وكم مليار إنسان يفرضوا ضايل 300 سنة، كم مليار مؤسس يفرضوا ضايل 1000 سنة، ولا مستعجلين كثير. ما هم هاي بيقولوا لي المهدي اليوم وبكرة، اسمع هالكلام هذا. المهم يفرضوا ضايل 3000 سنة للبشرية، قداش بكون في بشر مسلمين؟ ما هي الأرض كلها ممكن تسلم إلا طيب. فإنه يحصل في الفجر الإسلام بعض الأمور، هذا كله دروس إلنا. فمثلا طلعوا الخوارج وقاتلوا علي. علي ما احنا عارفين مين علي، ما احنا عارفين مين علي. وأصلا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لعمار بن ياسر تقتله الفئة، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. باغية يعني مسلمة، هذه ربالكم، حتى الباغية يعني مسلمة، هذا برضو شهادة لأنهم الاثنين مسلمين. ما قالوش تقتله الفئة الكافرة، وفي ناس بيعتبروا إذا قاتل المسلم معناته كافر. لا، في فرق بين يقاتل المسلم بصفته مسلم لأنه مسلم، وبين اللي بيقاتل المسلم لأنه حصل بينهم أمور. فرق بين اثنين، اللي بيقاتلك لأنك مسلم، أو بيقاتل مع الكفار المسلمين لأنهم مسلمين. لأنه ممكن قطاع طرق ويجتمع عليهم مسلم وغير مسلم. هذا أمر ثاني ملوش علاقة بالدين. تمام؟ طيب، فما حصل مع الخوارج وفلسفتهم التفاصيل وما حصل كل هذا فائد. ليش؟ لأنه ثور الأفكار وبين ووضح وكذا. وأحيانا بنحتاج هيهم الصحابة، شو موقف الصحابة كان من الخوارج وفكر الخوارج هيو لحد اليوم. يعني لما أجي أقول في عمان مثلا الإباضية أو الأباضية سواء كسرنا أو ما هم أصلا نتيجة فرقة من فرق الخوارج اللي كانت فرقة معتدلة. وإن كانوا اليوم الأباضية أو الإباضية بيقول لك إحنا مش خوارج، وفعلا في بعض المسائل اللي كانوا يقولوا فيها الخوارج بيقولوش فيها. مثلا الخوارج ينكرون حد الرجم، الخوارج ينكرون حد الرجم. لكن أنا قرأت لمفسر خارجي يعني من القرون الأولى، جزائري من بلاد من جبال أوراس، من القرون الأولى يقول بحد الرجم وهو خارجي. طبعا الخوارج لا يقولون بحد الرجم، بينكروا حد الرجم. هذا المفسر الخارجي اللي هو في من فجر الإسلام تقريبا القرون الأولى، مفسر يعني، يقول أوراسي هو يقول بحد الرجم. وإحنا ندرس والأباضية تراجعت عن أمور، بس ما تراجعتش في موقفها كثير من علي. لحد الآن لهم موقف من علي الأباضية، هي لهم موقف من علي. هنو اللي ممكن يكون له موقف سلبي من علي، هنو اللي بده يكون له موقف سلبي من علي. وناس ثانيين بدهم يعلهوا علي. يا عيني أنو فينا إحنا لا، أنو فينا إحنا لا يقدر عيسى ابن مريم، بس برضو تعملوا إله يعني، هذه مسوق تعملوا إله. هذول الشيعة نفس الموضوع، إحنا بين الخوارج والشيعة، هذولاك بيطبوا في علي وبيكتبوا لك ضده لحد اليوم. ها، وناس بيعملوا أقرب إلى الآلهة وهو قسيم الجنة والنار إلى آخره. تمام، نفسي كل هذا بفيد. لكن جسم الأمة على فكرة بشكل عام وينه؟ جماهير أمة الإسلام وينها الآن؟ فمش معناته لما نقول خارجي يصير كل الناس يعني. مين بتقصد اليوم خارجي؟ أنا بقصد مين خارجي؟ اللي بيخرج على الأنظمة هذه الموجودة، كيف بده يكون خارجي هذا؟ لكن من يقول بقول الخوارج يكون خارجي. طب من يقول ببعض قول الخوارج لا يكون خارجي، وإنما يقول ببعض قول الخوارج. ومن يسارع إلى تكفير المسلمين يشبه الخوارج. ولذلك من القصص، بغض النظر إني أتقنت القصة ولا لا، من كبار التابعين من العلماء الكبار بغض النظر عن اسمه الآن، من علماء التابعين كان هو وجماعة من تلامذته في سفر من كبار علماء الأمة في سفر،
وإذا بهم بيلاحظوا أنه كوكبة من الخيول الخوارج بتقترب منهم، تقترب منهم حتى تشوفوا شو الخوارج يعني، تقترب منهم. فقال لهم تحكوش أنتوا، أنا بحكي. مين اللي بده يحكي؟ العالم، والعالم بيعرف شو الخوارج. فأجوا الخوارج لما قربوا منهم قالوا لهم من أنتم؟ فقال لهم، اسمعوا شو قال لهم، قال لهم نحن المشركون وإنا نستجير بكم. لأنه شو الله بيقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لأنه على فكرة لو قالوا لهم إحنا المسلمين كان عملوا السيف فيهم، مسلمين مش خوارج، مسلمين مش خوارج، هذا معناته كفرتوا. ها بقتلوهم. ها فشو قال؟ ما بفهمه. وهاي بهاي اليوم بدها هيك مرات مع بعض الناس. كان بعض الناس تقول تقصدنا إحنا ولا مين؟ أنا عارف اللي بقول. فهون قال نحن المشركون وإنا نستجير بكم. قال قالوا قد أجرناكم، وذكرهم وإنا نستجير بكم. حافظين ما من الخوارج، حافظين أكثر منه. طيب قالوا قد أجرناكم، وقعدوا هذا العالم مع تلامذته يفهموهم الدين مشان يسلموا يعني. لأنه شو بقول الله بعدها؟ بقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سمعوا كلام الله، نزلوا فهموهم، فأعجب هذا الإنسان بهذا الدين وأسلم. هو تلامذته هو تلامذته أسلموا على عيد الخوارج. ها قالوا لهم الخوارج الآن قوموا، قوموا يعني سيروا معنا ما دام أسلمتوا، بدهم يصيروا معهم خوارج، قوموا سيروا معنا. قال لا هذا ليس لكم. قالوا له ليش؟ قال ثم أبلغه مأمنة. ما هي تكملة الآية. تكملة الآية ثم أبلغه مأمنة. فبعثوا معهم بعض الفرسان تحرسهم حتى وصلوا مأمنهم، حرسوهم. ثم أبلغه مأمنة، سمع كلام الله، سمع وبعدين بتبلغه مأمنة. فبعثوا وراهم، بعثوا فرسان. هيك بفكروا يا أخوي، وأنا مالي إذا في زيهم اليوم. ليش بيكونوش؟ بيكونوا بيشبهوهم. هذا بنوجد في كل عصر، بنوجد في كل عصر. ممكن ينتهي في الزمان؟ ما أظن ينتهي. ليش؟ سبحان الله، الناس أشكال وألوان وطرق التفكير وهالمسائل هاي، بس غالبية الناس مش هيك، الغالبية العظمى. ولذلك الأمة الإسلامية قد ما تعرضت، قد ما تعرضت لتحديات، وجد هيك وهيك وهيك وهيك، وانحراف هون وانحراف هون عبر التاريخ كله، وفي النهاية اشتد عودها وقوي الدين، وقاموا العلماء وبينوا ووضحوا. ولا كيف الدين بيثرى؟ ها وإثراء الدين كيف بيحصل هذا الكلام؟ المهم العبرة الأمة. بقي ناس، بقي ناس من آثار هؤلاء الفرق الكثيرة اللي ذهبت في التاريخ. بقي فرق، بقي. طب لقدام شوي بيبقى؟ والله كل ما وعيت الناس وتعلمت وصار في اختلاط بينها ما أظن يبقى بعد ما يعرفوا حقيقة الإسلام. تمام؟ يعني كل ما الناس وعيت تصير المسألة إن شاء الله أفضل، وإن كان ما بينتهي الانحراف من الأرض إطلاقا، لأنه الله سبحانه وتعالى حتى ما بيأذنش لأي إنسان يؤمن، بيأذنش. لأنه ما احنا شو قلنا؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، هو المطلع على القلوب وبيأذن وبيأذنش. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية، التجربة البرلمانية في العالم العربي تقريبا مضى عليها الآن 100 سنة، 100 سنة. والعجيب انه بدال ما تنضج، تنضج هذه التجربة، تنضج، وجدناها خلال 100 سنة تتراجع 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 عبين ما وصلت أسوأ الأحوال الآن. طب مذام قبل 100 سنة شو كان يفترض اليوم نكون احنا؟ مذام بادية الأمة تتخلص من الاستعمار وبدت تجربتها البرلمانية من تقريبا 100 سنة، بعضها بدأ ما 1919، تمام، 1919 1920 بدايات، وبدتها والله هاي الأمة بدت بدها تسلم للشعب، بدها تسلم للشعب. واليوم بعد 100 سنة بنجد الأمور تبخرت بدل ما تتطور في اتجاه تسليم الشعب السلطة.
هاي واحد. اثنين، في ناس كل ما تقول له الأصل إنها الناس تكون راضية عن الحاكم اللي هي بدهيات إسلامية عند الصحابة طبعا والسلف، وأنا كنت شارح للي بيحب يعرف، أنا كنت شارح تجربة المسلمين في اختيار الحاكم في درس من دروس، يبحثوا عنه وشوفوا، لأنه في ناس يبدو مش فهمانين، بظنوا إنه رضا الناس هذا مش شرط. لا، رضا المسلمين شرط، رضا المسلمين شرط. بقدرش أحد، ما هي في زماناته، في زماناتهم آل سعود تسلطوا على رقاب الأمة إلى اليوم ما يقرب من 100 سنة باسم إنهم باسم الإسلام. تيجي تقول لهم وين رضا الناس، بقول لك هاي إحنا بدنا نطبق الإسلام، إحنا شريعة الإسلام، وممكن يجوكم بكرة ناس يتسلطوا على رقابكم باسم الإسلام وتطبيق الشريعة. ما هيهم، آل سعود مشان يوروا الناس إنهم مسلمين صاروا يقطعوا الإيدين. أي هو الإسلام تقطيع الإيدين هو يعني؟ طب واللصوصية والولاء للكفار والتفاصيل هو الإسلام؟ ما هو في ناس اليوم بيقولوا لك يعني شو الدليل؟ ممكن بكرة يقطعوا لك الإيد كلها. أنا طيب سلم للناس، شو سلم الناس؟ شو أسلم للناس؟ أنا ماني بدي أقيم الإسلام. لا يا أخوي، ما أنت لما أنت ما يكونوش الناس راضين، أنت خرجت عن الإسلام في الحكم الشرعي، يعني مش كفر. نفهم هذا الكلام ها؟ لأنه كل ما قلت سلم للأمة، يمكن قال لك بتقول بالديمقراطية. قل بالديمقراطية، إيش علاقة الديمقراطية بالموضوع؟ ما هو الديمقراطية وين تنوجدت؟ طب ما هو إحنا بنقول عن الإسلام والصحابة ورضا الأمة. رضا الأمة هذه بدهية من البدهيات، الأمة المسلمة. وهنا إذا هذا مرات هذا الانتواء في الكلام، خصوصا كثير من الناس على فكرة اليوم بيقول كلمة ديمقراطية بقصده الاختيار الأمة للحاكم مثلا. كان قال لك أنت بدك الشعب هو الحاكمية مش لله، بتكذبوا على الناس. ليش؟ زلمة شايفه أنت بقول لك حاكمية لله والسلطة للشرع، واجا استخدم ما كانش دقيق في عبارته وقال لك ديمقراطية، وانت عارف انه بقصد فيها الامة تختار حاكمها، تلف وتدور وتقول له انت قاعد بتشرك بتاخذ الديمقراطية. هذا انحراف وتعمد تحريف، لانك انت مش عارف اللي قدامك، مش عارف الناس. طيب شوفوا، خليني اخذ تجربة الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي، ثاروا على القياصرة، دعمهم الشعب، وطبعا ساعدتهم في الموضوع الحرب العالمية كانت قائمة، لأن الحرب العالمية الأولى من 1914 ل 1919، ولأنه قامت الثورة البلشفية اللي بسموها 1917، يعني كانت الحرب، وكانت روسيا يعني حرب وفقر وتفاصيل طويلة، يوم انقضوا على الحكم بالقوة وسيطروا الشيوعيين. لما سيطروا الشيوعيين بالقوة وأزالوا دولة القياصرة وأعدموا القيصر وغيره، تمام، وفرضوا دكتاتورية وقالوا إحنا دكتاتور، إحنا مش رأسمالية وحرية، إحنا دكتاتورية العمال، باسم العمال إحنا دكتاتورية. ولقينا في القرن العشرين كله، لأنه ما انتهى القرن العشرين إلا هي مروحة الشيوعية، لقينا في القرن العشرين في الأمم المختلفة من يؤيد دكتاتورية الشيوعية. يعني دكتاتورية نزلها الله؟ لا، دكتاتورية وجدوا الناس إنه هيك تمام. لقيت من يؤيدها بالملايين، أيدوها بالملايين، وهي في الصين لحد اليوم. ولكن دكتاتوريتهم كان في فعلا في مجلس لجنة مركزية أعداد كبيرة، ومش القضية وراثة، ولا واحد ورث الثاني، وفي لجنة مركزية بتحكم. يعني الدكتاتورية في إلها قاعدة شعبية كبيرة، تمام. ونفس الشيء الصين ما بتأمنش بموضوع هايو، ومن أرقى وقربت تصير أرقى دولة في العالم. لذلك ما فيش علاقة بين ما يسمى بالديمقراطية والحريات اللي بسموها والارتقاء في عالم المادة وغيره والتكنولوجيا وغيره. بدليل هيو الاتحاد السوفيتي واستطاع يوصل للقمر، أو يعني فضائيات وصواريخ، وكان ند لأمريكا، وهي الصين
يعني ما تخلطوش. في ناس بتصوروا انه يعني الرأسمالية وطريقتها في الحرية هي اللي بتجيب العلم وكذا لاخره. وهي في عندك دول ما دكتاتورية بتجيب، لكن مش دكتاتورية عائلة، مش دكتاتورية عائلة وراثة اشخاص. ما فيش في الصين شخص بيورث، بالعكس لما جت مرت ماو سي تونغ بدها تلعب سياسة وكأنها تصير وريثة إله قتلوها اعدموها. لمرت ماو سي انت مرت ماو سي تونغ ابو الثورة اعدموها. ما بفهموش هيك، تمام؟ لو بدنا نقعد نتحدث. طيب هذولا على فكرة اجوا بالقوة، اجوا بالقوة وفرضوا نظامهم الدكتاتوري بكل وضوح، ونظروا له وقالوا له وقالوا احنا دكتاتوريات ولا بنعترف لا بديمقراطية ولا شيء. وفي كثير ناس صفقت لهم وقالوا لهم اه هيك، وبتمشيش الناس الا هيك اصلا، ودكتاتورية العمال، والعمال اكلوها طبعا. المهم خلصنا، نيجي لتجربة ثانية، تجربة الثورة في ايران. صارت الثورة في ايران واستطاع الخميني انه يسيطر هو وكهنة الشيعة. ايران مش كلها شيعة، ما فيها سنة كثير، تمام؟ سواء كانوا اكراد او غيرهم. انتبهوا شو اللي عملوا، انتبهوا شو اللي عملوا. انا بقصد الان هذا الكلام مشان لما نحكي يفهموا علينا. اجوا شو قالوا، لانه في بداية الثورة ومشان يأيدهم الشعب، شو قالوا؟ شوف الفكرة الذكية. قالوا استفتاء للشعب كله، الإسلام، اكتب نعم أو لا، بس هيك. الإسلام نعم أو لا. طبعا شو بدها تقول للناس؟ نعم. فوق 90% طبعا، ما نسيت النسبة الآن، فوق 90% قالوا نعم. شو بدهم يقولوا للمسلمين؟ قال الإسلام نعم أو لا. شوف هذه فكرة ذكية، ها؟ قالوا نعم. أجوا شو قالوا؟ قالوا إذا من يوم وطالع كل شيء في التشريعات وغيرها بدها تنبني على الإسلام، لأنه هاي الشعب قال أنا بدي أبني دولتي ونظامي على الإسلام. زي ما هذولاك في العلمانيات بانيين موقفهم ودولتهم على العلمانية. هاي الشعب قلنا له الإسلام نعم ولا لا؟ ما هم دير بالكم هذول العلمانيين بيخدعوا الناس، بيخدعوا الناس. شو يعني؟ بصيروا يصلوا ويطوفوا حول الكعبة وكذا الأخيري، وبعدين لما يوصل بصير بتآمر على الإسلام. طب لو أنت تتركهم يلعبوا؟ لا، أقول أجوا قالوا لهم هذول في إيران نعم ولا لا؟ قالوا لهم نعم. طيب قالوا لهم خلاص، هاي هم بيقولوا نعم. فأي شيء من أسسه على الإسلام. فاليوم من يوم وطالع أي واحد بده يدخل انتخابات برلمانية ولا رئاسية لازم يكون في من يشخص ويشوف انه متوافرة فيه ولا لا، ويعرف انه هو بصفته مسلم. ولذلك اوجدوا هاي مصلحة تشخيص النظام، يعني حد بيعمل كل اللي بترشحوا للبرلمان بيدخلوا اسماءهم وبعدين بيرفضوا وبيقبلوا. هذا النظام هاي موجود. ولكن فيما بعد على فكرة ظهر انهم في الدستور واذا بهم الشغلة مش الاسلام، واذا بها الدين الشيعي مش الاسلام، واذا به الدين الشيعي في دستورهم، في الدستور نصه، وبدأ يبين وبدأ يكشروا عن انيابهم ومضايقة المسلمين وقتل المسلمين وتشريد المسلمين، واذا به الدين الشيعي. بس في الاول هم محتاجين، زي ما عمل على فكرة لينين في الثورة الشيوعية مشان تنجح. عارفين شو عمل؟ ايها المسلمون تذكروا ظلم القياصرة، المسلمين بالملايين، تذكروا ظلم القياصرة كذا. المسلمين مشوا معاه واسقطوا القياصرة، وبعدين اكلوها المسلمين. وهذا نفس الشيء كهنة الشيعة في الاول، اسلام نعم ولا لا؟ الاسلام نعم. طيب واذا به دين الشيعة، واذا به دين الشيعة. طبعا وانا بقول دين الشيعة لو ما كنتش متأكد ما بتورطش بهالتوريطة. اي شيء يبدو يناقش يعطونا اشوف، يثبتون انهم مسلمين، يثبتون انهم مسلمين. وسبق بيانت انه انهم شيعة اللي ما هم مش مسلمين، الذين يقولون بعصمة الائمة، هذول الذين يقولون بعصمة الائمة
هدول مش مسلمين. اما في شيعة بيقولوش بهالكلام هذا موضوع تاني، مش يظلهم يقولوا بتكفر الشيعة، لا انا بكفر اللي بيقولوا بعصمة الائمة 12 ابتداء من علي حتى الغائب، لانهم بيعتبروهم مشرعين، ولا شك انه اللي بيشرع فقط الله. شو يعني فقط الله؟ ما هو الله سبحانه وتعالى مرات بخولك تشرع في مسائل، زي ما قلنا في وزارة المواصلات قوانينها، وفي قوانين إدارية، ولا قوانين الصيدلة، قوانين في الطب، هو بقول لك أنت يا أنا مخولك، مش هيك؟ هو برضه هو مخولك بكون تمام في إنك تشرع. مش بظنه إنه دائما لازم يكون في نص، ما في أمور متروكة إلك أنت صاحب الخبرة والفهم والآخرين. طيب إذا هاي الناس، هاي الناس اللي بتقول لك طيب احنا بكرة، انت شوفها بكرة انت بدك تدخل لي ناس بدهم مش ايوة، ليش انت عملت زي هذول الكهنة وتأكدت انهم مسلمين، اوضع قانون اسلامي وخلاص وبتصير تمشي على اساسه، هذا اذا كنت صادق انت. بعدين اذا فرضت نفسك بالقوة، بديش اقول لك اعمل زي الشيوعيين، ما الشيوعيين فرضوا نفسهم بالقوة وقالوا احنا اخترنا هيك، ايش يعني افرض نفسك في القوة؟ هون بدي تنتبهوا لمسألة، انه واقع الامة احنا قلنا من مئة سنة بدأت التجربة تسمى برلمانية. الان الشعوب عندها قناعة انه فيش مجال، يبدو انه لازم بالقوة العسكرية والثورات، ولذلك ما يغركمش انها مرات بتهدى، بالعكس مرات ممكن اللي بعدها تيجي اعنف ما تدروش. طيب افرض بكرة انت فرضت نفسك بالقوة، خلاص هذا شعب مسلم، هذا شعب مسلم، وهيو وعلى اساس الاسلام بدنا نبني كل شيء بما فيه خيار الشعب، لانه تقعد العلمانية قرون تزيف في الاسلام وتكذب، وفي المدارس وفي الجامعات وفي المناهج وكذا ويحاولوا كذا، والاسلام بيرجع غصب عنهم ويجي يقولوا لي بكره يعني الملاحده بدهم يقرروا مسار الاسلام بعد ما تامرتوا وتقاتلتوا وقتلتوا قرون واحتلتوا على الامه، ما هي واضح اليوم بدها الاسلام، وهيو في التجارب اللي حصلت في الربيع العربي ظهر انه الناس بدها الاسلام، وصاروا يستخدموا الآن القوة ويستخدموا الاستعمار مشان ما يحكمش الإسلام. إذا مين قايل لك أنت يعني أنت في البلاد الإسلامية، بلاد إسلامية هاي، أنت من الأصل أنك تنطلق من هذا المكان. وليش جبت أنا التافهين الشيعة؟ أنه كيف كانوا أذكياء في الموضوع. بعدين اليوم فيش داعي تسأل الناس الإسلام ولا لا، ما هم مفهومون بدون الإسلام، الناس في غالبيتهم العظمى، انا مش قايل 100% يعني، ليش هم المنافقين في زمن الرسول ما كانوش موجودين ونسبتهم يعني برضو لهم نسبة اكتر من اليوم بجوز المنافقين، ها انا شايف لك الناس بشكل عام لما تقول له اسلام اليوم، لا نادر الملاحدة ونادر المنحرفين، وان بيحاولوا يكبروهم على فكرة والصوت عالي هيك ملوش حقيقة. طيب حزب من الاحزاب بلاش يزعلوا يقولوا انتوا بتقصدنا بتغمز فينا، انا داري. فالمهم حزب من الاحزاب نزل في يوم من الايام في جامعة من الجامعات اظني 15 مرشح، كنوا الكتلة 15 ما ادري 15 ولا لا، تاخذونيش في الرقم 15 في انتخابات والجامعة فيها الاف مؤلفة. طيب واخذ 14 نزل 15 مرشحين واخذ 14، يعني في واحد من ال 15 ما انتخبهمش. صارت على فكره عندنا في الكتله 15 اللي انتخبوها 14. تقولوا لي الناس بدها الالحاد؟ ما بدهاش الالحاد اصلا. اي واحد بوقف وبقول ضد الاسلام خلاص بوقف الناس منه موقف، فالناس بدها الاسلام، فاذا اي شيء بدك تبنيه طيب ممتاز.
طيب بدي أكرر على مسامعكم تجربة شخص واحد سمعتوها أنتم في الثلث ساعة اللي حذفناها، بهمش بدنا نسمعها لإخوانكم. حسب ما أذكر ممكن أكون نسيت بعض المسائل لأني كنت متابع حينها. صلاح أبو إسماعيل رحمه الله شيخ مصري اللي هو أبو لحازم أبو إسماعيل فك الله أسره، صلاح أبو إسماعيل هذا الرجل لما في أيام السادات لما عملوا انتخابات أصدر السادات أمره بتزوير الانتخابات، أصدر أمره بتزوير الانتخابات، إلا أنه صلاح أبو إسماعيل نجح غصب عنهم. ليش نجح؟ لأنه الناس بتحبه كثير وكانوا مستعدين يستقتلوا ويمنعوا أي تزوير في الصناديق أو تبديل، يعني حرسوا الصناديق إيه؟ وحتى في سلاح. فنجح الزلمة نجح مع أنه كانت أوامر السادات إيش؟ التزوير. حتى في استخدموا طريقة على فكرة في قضية يمنعوا التزوير، أنه كل صندوق ينحط فيه كرش عملة مشان أي إذا تبدلن الصناديق يشوفوا أول شيء فيه العملة هاي ولا ما فيش ببين. يعني تعرف ما هي لعبة وحرب. نجح، وكان هذا الرجل له شهادة كتبت في كتاب شهادته أمام المحكمة في قضية مقتل السادات، في قضية مقتل السادات قبلة المحكمة تأخذ شهادة بعض الناس منهم صلاح أبو إسماعيل، فوقف أمام وشهادته كتبت في كتاب. من ضمن شهادته زي ما أذكر، يعني أنا مش الآن مسألة بعيدة، إنه كان هو وعدد كبير من مجلس الشعب، كان بسموه مجلس الشعب أو شو بسموه مش قضية، باكو زمان سموه برلمان، قال هذول الثوار اللي أجوا قاموا على الملكيات شو سموه، قال مجلس الشعب. لا، وفي النهاية في شيء طيب. وبالعكس هذه الثورات هي اللي دمرت التجربة الديمقراطية، هذول الثوريين هم اللي دمروا عبر، والعسكر هم اللي دمروا التجربة. طيب دمشاته كاين هو ومجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان أو مجلس الشعب في زيارة للسودان، بعد ما خلصوا الزيارة بدهم يجوا يرجعوا مصر، قال لهم شو رأيكم في عندي اقتراح، شو اقتراحك يا، قال لهم شو رأيكم نروح نعتمر في مكة، وافقوا. والمصريين عندهم دين، ومع ذلك يا سبحان الله بتجد أشكال وألوان. طيب راحوا وهم يطوفوا حول الكعبة، مسكهم صلاح أبو إسماعيل قال لهم شوي بدنا نعاهد الله هون هم بيطوفوا، بدنا نعاهد الله هون، لما نرجع لمصر نصوت على تطبيق الشريعة. فعاهدوا الله، عاهدوا الله انه لما نرجع لمصر نصوت، ويبدو كانوا اكثر من ثلثين، يعني خلصنا فعلا، هم كانوا اكثر من ثلثين، اكثر من ثلثين المجلس، وبالتالي هذا ثلثين خلصنا. فلما سمع السادات بالقصة حل مجلس الشعب، لانه عاهدوا الله، شو يعملوا هدول هدول بدهم الان بدهم يصوتوا على تطبيق الشريعة، وبتوفيش مع السادات. ليش بتوفيش معه بدريش؟ انتبهتوا؟ هون حل مجلس الشعب. طب شوفوا هالتجربة هاي، شخص واحد، شخص واحد قدر يحول مين؟ حزب السلطان، هم الحزب الوطني على فكرة، هم هدول اللي عاهدوا الله، حزب وطني لأنه هو أصلا كان ناجح بالتي كان ناجح بالتي، وهذول حزب السلطان، وقدر يحولهم ويدخلهم من مدخل سليم، ويضطر السادات انه ايش؟ حل مجلس الشعب. اذا خلينا ناخذ تجارب الناس ونشوف هذول الناس اللي بيقولوا انه انت لما بترضى انك تخوض الحياة البرلمانية انت بترضى بالكفر. شوفوا هذا، هذه هذا التخويف ليش على فكرة؟ من اجل انه الناس العاملين
اللي ممكن يغيره ما يقدروش يغيره. بقول لك مش معقول يكون قصده هيك. شوفوا اولا اللي بدين التجربة العسكرية اذا في ناس عندهم قدرة عسكرية وبيستطيعوا يواجهوا الطغيان، اي واحد بدينهم بدنا نفهم ليش بدينهم. انت بدينهم من ناحية الدين ولا وجهة نظرك حسب تقديرك للمواقف، وبعدين يجدي ولا لا يجدي. ما بتقدر الدين من يرفع السلاح في وجه الطغاة اللي هم عملاء اصلا واعداء للامة. اي واحد بيرفع سلاح واي واحد بيسقط شرعية هدول الناس وبرفض انهم يكونوا شرعيين، لا بتقدر توصفه خارجي ولا بتقدر ايش الدينه من ناحية دينية. اما اذا والله لك تقديرات انت وبتخالفه سياسيا وهو بيجي بيقول لك انا لا تقديراتي، انا موضوع تاني. يعني انت ممكن ترفضه بتقدير اما بتقدرش تقول دين. ونفس القضية دققوا ليش انا قلت هالكلام، لانه بحطوك بين خيارين ومش صحيح انك انت بين خيارين. مش صحيح اني انا بين خيارين، يا الحق يكون استخدام القوة يا الحق يا الحق استخدام الاساليب السلمية. لا بدهم يحطونا قال يا ها يا ها يعني هدول برضو هدول اللي بدهم يقولوا السلمية هي الحل الشرعي كذابين كذابين. واللي بيقول لك الجانب العسكري هو الوحيد الحل الشرعي كذابين، اثنين كذابين بيكونوا ولا. وهذا انا بقوله من وين؟ من اول ما بنعطي دروس من السبعينات وغيره. ما واحد بيقدر يدين اي واحد بيرفع سلاح ولا اي جماعة في وجه الطغاة. بس هذا اللي بيرفع سلاح ما يقعدش يعني باسم السلاح يجي يقول لي بس هذا هو الطريق. طيب انت مقتنع انه بس هذا هو الطريق شرعا ولا تقديرا؟ وانت يا اللي بتقول لي سلمية وانا بدي الظروف الدولية وانا ما بقدر الا بهالطريقة وبديش ابيد الناس وتفاصيل واستعمار مستني وكذا لاخره بدي استخدم اساليب اللف ودوران طيب هذا انت بتستخدمه سياسة وهو الطريق الوحيد؟ اذا كان الطريق الوحيد والطريق الشرعي كذاب، اثنين بيكونوا كذابين. طب ولا بديش ابحث موضوع العسكري لانه مش راح نختلف فيه دينيا، مش راح نختلف فيه دينيا مع هالجواسيس، انما ممكن نختلف تقديريا سياسة بيمشي مش وقته كان. نيجي للسلمية. قبل هيك وخوض البرلمان واني اخوض البرلمان، هاي شفنا صلاح ابو اسماعيل خاض البرلمان. هذا صلاح ابو اسماعيل اللي عمل العمل هذا واسقط تجربة السادات مشان ما يخدعش الناس اللي نايمين في دورهم، بيخلوا السادات وغير السادات يظل ماشي ويخدع الامة. هذا اسقط المجلس. واحد تيجي تقول له انت ما بصير لك تستخدم هذا الاسلوب، ليش ما يصير؟ شو يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو بس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالايد؟ بس بالايد؟ بيجوز لي انا اتخلف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في موقف بقدر امر بمعروف وانهى عن منكر؟ ومين قال يعني تطبيق الشريعة يا 100% يا 0%؟ مين قال؟ انت بتقول الان قولوا لي صلاح ابو اسماعيل لما خاض قال خاض وهو راضي بالكفر، مين قال لك انه راضي؟ ولا شو اسمه يعني معارضة؟ ولا شو لما يوقف ويجهر؟ ولما وقدم على فكرة قدم مشاريع صلاح ابو اسماعيل، قدم مشاريع تطبيق قوانين اسلامية وافق المجلس والحكومة حطتها في الادراج، المجلس وافق. هذا اللي بصارع قاعد مشان قوانين تطبيق الشريعة، هو من جهتين بصارعه على فكرة، بس من جهتين، من جهة منع الباطل، من منع قوانين باطل. كيف قانون تونس هذا اللي بده يصير الارث الذكر مثل الانثى وتفاصيل وتتزوج المسلم غير المسلم، هذا بدك توقف ضده. هذا اولا اللي نايم في دارهم بقدرش يوقف ضده.
اللي نايم في دارهم بقدرش يقول، لأنه بدوش يخوض في الكفر، بده يوطئ للكفر. بقول لك لا ماني بستخدم سلاح. طب ما احنا قلنا لك استخدم انت، يعني انت الأمة، مش معقول الأمة كلها تكون بنفس الطريقة. انت ليش بتمنع الأمة تكون موجودة في كل ثغر؟ ليش بتمنع الأمة تكون موجودة في كل ثغر؟ بقول لك ما هو برضى بالكفر. ولا أمة من أمم العالم اللي بتستخدم البرلمانات بتقول انه المعارض راضي. المعارض معروف برنامجه وما هو برضى اصلا، وهو بيقاومك مشان فهون انه ضد القوانين الباطلة ومع تطبيق الشريعة. افرض هو افرض نجح في بعضها وما قدرش في بعضها، شو له؟ شو ذنبه هو؟ ومين قال انه الله بيكلف نفسه الا وسعها؟ طب ما هو اللي ما خدش التجربة ما عملش شيء. بالعكس بترك الحكومات. على فكرة تصوروا انتم بكرة مثلا افرضوا اجوا قالوا في الجزائر الان زي ما عمل سواري الذهب في تونس، في اجى الان في السودان، طبعا هذاك في تونس سواري الذهب لما عملها. افرضوا الان انه في الجزائر فرضا قالوا انتخابات حقيقية، تيجي تقول للناس لا يجوز ان تشترك في انتخابات؟ عارفين شو بقصد؟ طبعا ما بقصد شو، بس شوف الان شو هالفكر هذا. عارفين شو معناه؟ اترك العلمانيين واترك الشيوعيين واترك الملاحدة، هم اللي ينجحوا باسم الشعب وبعدين يشرعوا زي ما بدهم، وانت قاعد باسم ايش؟ لا تريد ان تكون تحت لواء الكفر. يا عيني ليش انت يلي ما رحتش انت، ليش مين اللي راح يدرس ابنك في المدارس؟ ومين اللي راح يحفظ عليك القوانين؟ ومين 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 ومين؟ انت اللي راضي بالكفر مش هو. هذا اللي بيروح على البرلمان مشان يحاول يثبت واحد من اثنين، يا اما بنثبت انهم فجرة وانهم كذابين وانه برلمان باطل، او بنمنع الباطل وبنقاتل وبنفرض شريعة وممكن ننهزم زي صاحب المعركة العسكرية، ممكن ينهزم. لكن الفرق بين اللي بيخوض معركة عسكرية وممكن ينهزم، غالبا النتائج كارثية. لكن اللي ممكن ينهزم هون فيش شيء اسمه ينهزم 100%، الا يظل له تأثير. تأثير في ايش؟ وقف الباطل وشوية من الحق. طيب قال بصير لكش، ليش؟ لانك تحت الكفر. عنه كفر، ما انت تحت الكفر، انت اللي ساكت وتحت الكفر، انت اللي ما بتروحش. لذلك السؤال لازم يصير، هل يجوز لنا ان لا نقارع في اي موقع بنعرف فيه انه نأمر بالمعروف وننهى عن منكر؟ يجوز ان نتخلف ونترك الكفر؟ طيب سؤال بدي اسألكم اصلا، عبر 100 سنة شو اللي جعل الشعوب الان تثور؟ وشو اللي جعل الشعوب تصير غير مقتنعة بالبرلمانات؟ عارفين شو؟ الناس اللي قاوموا دخلوا البرلمانات وفهموا الناس انه كله هذا باطل، فهموا، هذول هم اللي خلوا الناس توصل لقناعة. الان اللي بدهم يستخدموا القوة، الان هاي تربتكم، هاي الشعوب مقتنعة وكل شيء ما شاء الله عليه، وناقصها بس شوية كبريت شعلة. وعلى فكرة ممكن يجي يوم تشتعل كلها في العالم العربي بعد ما بتشوفوا هالفجور اللي موجود. بس كيف وصلوا هالناس؟ كيف وصلوا؟ عبر الناس اللي قاتلت. ولذلك ليش دائما كنا كل يوم والثاني نسمع إقالة البرلمان هون وإقالة البرلمان هون وإقالة لو كانوا مش واقفين، اللي وقفوا مشان ما يسمحوش للناس تنخدع في كل البلاد. عارفين شو معناته في كل البلاد؟ موجودة أصلا الجماعات الإسلامية من أندونيسيا، يعني مش اسم بعينه ولا جماعة بعينها، من أندونيسيا حتى المغرب، ها كلها جماعات ولها تجربة دخلت وكشف. وفي منها فكرة وصل قدر وقدر يغير، واللي ما وصلش منع الباطل أو قدر يضيف أو اضطرهم يحلوا البرلمان. كم مرة سمعتوا أنتوا حل البرلمان؟ ليش يحل البرلمان؟ ليش يحل؟ لأنه كان ينوجد بس أكم واحد يضعوا أمام الحقيقة. أذكر بدون تحديد برلمان، برلمانيين على فكرة تقريبا 11-13 واحد كانوا نشيطين في داخل البرلمان. لما عرضت حكومة من أجل وزارة من أجل التصويت عليها أسقطوا الوزارة، قدروا يقنعوا المجلس أسقطوا الوزارة، تناولوهم من المجلس على السجن. طيب هاي بتكفيني أنا، تناولوهم من المجلس على السجن.
بهذا بكفينا خلاص. انفضحوا انفضحوا بتقولوا لي برلمان، تتناول البرلمانيين من البرلمان على السجن كمان. ايه كم مرة ايضا سمعنا لو بدي اقول دول اقولكم كل دولة، كل دولة انفضحوا. ما يعني اللي بيقول لك هذا خداع للشعوب، اعطوني شعب واحد انخدع. ومين اللي كشفه اصلا؟ اللي كشفه اللي قاتلوا، قاتلوا في مثل هذه المواقع، هم اللي كشفوا. بعدين طبعا دارسين على فكرة شو اللي صار في كل البرلمانات، وبتسأل طب ليش هذول الناس في الأخير قالوا لك طلقنا البرلمانات وفيش اللي عسكر؟ لأنه ما قدروش يخدعوا الناس، ما قدروش يخدعوا الناس بالتجربة البرلمانية. طب ليش ما قدروش؟ لأنه في ناس وقفوا لهم في كل مجتمع، وقفوا لهم. كيف قال لك أنت راضي بالكفر؟ كيف أنا راضي بالكفر؟ أنا اللي بقاوم راضي بالكفر، وأنت يا قاعد في داركم راضي بإيش؟ بالإسلام. بعدين عارفين شو معنات لما يقولوا هذا كفر وما بيجوز، وهذا ديمقراطية وبخلطوا. قال الديمقراط بيجيبوا الديمقراطية الكفر، شايفينه شايفينه بطلب الإسلام وبقولوا له أنت بدك الديمقراطية. طب على قضية كلمة ديمقراطية، شوفوا أنا شفت في برلمان، مشان برضو هذول الناس بيعترضوا بيسألوا أسئلة، شفت ناس في برلمان على التلفزيون لما جاءوا بدهم يقسموا، شو أقسموا؟ دققوا شو أقسموا. لأنه مرات كان حطوا لك العقدة في المنشار، قال بحطوا لهم قسم معين. كان أجوا بعض المسلمين قالوا وأقسموا هذا القسم هذا كفر. الله أكبر. في المعركة هاي، معركة أمي ومعركة مصير، تيجي بتقول لي هالكلاشيه هاي وهذا كفر وانت عارف انه ما هوش كافر؟ عكل حلوا لك إياها، حلوا لك إياها. شو قالوا؟ اسمعوا شو قالوا مشان برضو ما يقعدوش يقولوا. قالوا هيك، هذا اللي سمعناهم داننا لما جابوا أول جلسة في برلمان، بديش أقول أسماء دول الآن. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم، أيوة خلصنا، انحلت دينيا لله أولا ثم. بقدروش يعترضوا عليهم يقولوا لهم ليش بتقولوا لله؟ ليش أنتم بتحبوش الله؟ ولا حدا قدر يعترض، ولا يقولوا لهم بدلتوا إيش يا أخي. هاي مشان يحلوها مع الناس اللي بتقول لك أنت بتقسم وبترضى بالكفر، لأنك بدك تقسم إنك أنت ترضى بكذا وكذا. ما قالوا لهم هيك، وهي شفناها اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لله ثم، هيك يقولوا ثم. ولا حدا قدر يعترض الان دينيا ولا حتى سياسيا. هذه الاعتراضات بتنحل. شوف لما توصل فينا الامور لهالدرجة. طب لكلها حل، انتوا لكلها حل، ما في ناس لكلها حل. طيب ومين قال؟ طيب وصوتنا احنا وانهزمنا في بعض التصويتات، شو دخلني انا من انهزمت؟ ما زي لما خضت معركة، ماني بنهزم، ممكن انهزم. انت بتلومني اني انهزمت؟ انا انت قدمت اللي بتقدر عليه. ومين قال لا يكلف لحظها؟ مين اللي قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ بس انت ما بذلت وسعك، هو بذل وسعه، هو ما نمش الليل وبذل وسعه وما نجح. بتحمله انه هو راضي بالكفر، ليش انت ايش اللي ما بذلت؟ ما انت زي ما قلنا المنهاج في المدارس لابنك منهم، والقوانين اللي بدها تحكمك منهم. انت بتقول مش راضي، طب شو عملت يلي مش راضي؟ هذاك اللي قاوم راضي حتى تشوفوا كيف تقلب الامور. طيب وايش كمان؟ بقتلوه بس بالقانون اللي بحطوه. لا وبقولوا لك كافر هذا اللي خاض في البرلمان، هذا المسلم اللي عارفينه مسلم وعارفينه ليش بيخوض، وعارفينه لما بخوض شو بيعمل، وشايفينهم شو بيعملوا. كن قال لك بقول علمانية، بقول مدنية، دولة مدنية. شوفوا يا محترمين. هذا موجود في كل عصر، بس الحمد لله هذا مش هو التيار. اولا انا سبق قلت لكم علماء الأمة في علماء الأمة بدون استثناء عبر قرن كامل الغالبية العظمى منهم ما قالت انه هذا ممنوع شرعا، ما قالت ممنوع. باقيين علماء الأمة من أندونيسيا حتى المغرب علماء، وهم اللي بنوا هذول بدهم يتواطعوا على الباطل. طب افرضها قضية اجتهادية، انت كيف يعني فسر لي كيف 90% من علماء الأمة ما قالوا انه هذا الخوض التجربة البرلمانية انه حرام؟ كيف بتقول انت كفر لا يكون علماء الأمة هذول متفقين على الباطل؟ طيب هاي واحد، علماء الأمة ما شافوها.
وبعدين بأشكالهم وألوانهم. بدك علماء أمة سلفيين؟ هايو موجود، موجود في الجزائر لما خاضت جبهة الإنقاذ، ما هي بتمثل مجموعة ومنهم سلفيين، وهيهم لحد الآن بالحاج من الناس اللي بقود المظاهرات بالحاج، ومات المرحوم إلى آخره. هايو عباسي مدني خاض. طيب ومين كمان؟ وبدك حتى في الأحزاب اليوم اللي بتقول بنخضش نثبت لكم انهم خاضوا بتاريخ محدد، خاضوا وسلفيين نصر اللي كانوا يقولوا ما يجوز ما يقاضوا. انا بدي افهم يعني علماء الأمة بشكل عام ها ما قالوا انها حرام حتى تقولوا انها كفر، من اين بتجيبوا اذن؟ قال راضي بكفر وبقول علمانية. علمانية شو رايكم؟ مين اللي فهم الأمة؟ مين اللي فهم الأمة شهين علمانية؟ ومين اللي كتب في هذا؟ وكيف صارت الأمة فاهمة؟ الجماعات الإسلامية بالدرجة الأولى، الجماعات، أنا بخصص الجماعة بعينها. أصلاً ليش قامت الجماعات؟ ليش قامت الجماعات؟ بعد انهيار الخلافة بدأت تظهر الجماعات. ليش تظهر؟ بدها تعيد الخلافة وتيجي تقول هذول بيرضوا بالعلمانية؟ طب هم اللي فهموا الناس شهين العلمانية، والفرق بينها وبين الإسلام، هاي كتاباتهم، هاي خطاباتهم، هاي التفاصيل هم اللي بيقولوا. أنت بتيجي بتقول هذول بدهم يجيبوا العلمانية؟ مين هذول؟ هذول اللي مجربتهم الأمة من قرن، قرن من الزمن، وهم يكافحوا ويقاتلوا وقدموا دماءهم والسجون وتفاصيل من أجل تحكيم شريعة الله، وكتبوا للناس إنه بتيجي بتقول هذول بدهم العلمانية لأنه في منهم من قال ديمقراطية؟ غير ديمقراطية، ما هم فاهمين. هون بدي أقول شغلة، الرسول صلى الله عليه وسلم، دققوا معي الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجا في صلح الحديبية أي سنة هجرية كانت؟ 6. شو اللي كان اتفاقه مع المشركين؟ إنه يرجع في العام القادم يعتمر، اللي سموها عمرة إيش؟ القضاء. تمام؟ طب في العام اللي بعده أجا اعتمر ولا ما اعتمرش الرسول؟ اعتمر. طاف حول الكعبة ولا ما طافش؟ طاف. طب شو رأيكم كانت مليانة أصنام؟ الكعبة كانت مليانة أصنام. طاف ولا ما طافش الرسول؟ طاف. وفيها 360 صنم. لأنه هاي أصلا هذا مسجد قام على التوحيد من أول يوم. إذا دنس ما بيمنعش. إذا دنس ما بيمنعش. طاف. طيب ممتاز. طب أي سنة فتح مكة؟ في قديش رمضان؟ 20 رمضان. 20 رمضان 8 للهجرة. طب ما هو معروف الحج وين تبكون؟ وين تبكون؟ رمضان ما هو الشهر 9. في عندك 10، 11، 12. يعني بعد شهرين وشوي بكون الحج. يعني مين اللي مسيطر على مكة؟ كان الرسول. طافوا المشركين ولا ما طافوش؟ كانوا يطوفوا مع المسلمين ومنهم يطوف عراة في السنة 8. طب وطافوا المشركين وعراة في السنة 9؟ طافوا المشركين وعراة وفي السنة 9 اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسيطر على مكة بقوة، بالقوة ما منعش. بعث في السنة 9 وقال لا يحج بعد العام، بعد العام لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طب فسروا لي ليش الرسول بوقف الموقف هذا؟ هاي موقفين، موقف اول بطوف حول الكعبة فيها 360 صنم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة كيف مشي وكيف تعامل؟ طيب الآن واحد بتعرف انه هو بيحكي مع اجانب، سياسي هو وما هوش ابو حنيفة، سياسي هو وما هوش ابو حنيفة، وبقول الديمقراطية وكل الناس بتفهم انه المقصود حرية الاختيار مش الديمقراطية بتفاصيلها، وانت عارف انه برنامجه مش الديمقراطية، تيجي بتقول هاي قال كلمة ديمقراطية. طب ما هو اصلا مش هو ابو حنيفة، هذول السياسيين اصلا بيعرفوش في الدين. مين قال انه خالد بن الوليد لازم يكون فقيه حتى يقود جيش؟ ومين قال يعني انه كثير من خلفاء الامة كانوا هم الاعلم بالحلال والحرام؟ لا، ممكن يكون واحد شاطر في العسكرية او في السياسة او كذا. ابو حنيفة عمره ما كان قائد، ولا الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفة، ما كانوا قيادات هذول، والقيادات ما كانوا فقهاء. تيجي تقول لي انه ايش انت مش عارف برامج الجماعة؟ تيجي تقول لي هذول بدهم الديمقراطية، بعدين وين
وين قلنا في موضوع الصراع وإذا كانت حرب حقيقية؟ طب ما هو الرسول اللي قال الحرب خدعة، وهو الذي قال الحرب خدعة، ما هو يجوز الوجهين خدعة وخدعة؟ هو الرسول في الحديث الصحيح اللي قال الحرب خدعة. ايش يعني انت في تعاملك معه؟ ايش انت ممكن تكلم الاجنبي بلغته، بس شو قصدك انت؟ حتى كلمة على فكرة دولة مدنية مختلفين فيها، في ناس بيكون قصده مش عسكرية، وفي ناس بيقول لك لا قصد كذا. وانا شايف عدد من المنظرين كل واحد بينظر لمفهوم مدنية بطريقة، كان قال لك قال انه دولة مدنية. ايش؟ طب ما عينه برنامج هو وجماعته، انهم برنامج من 100 سنة مثلا هو او غيره. انت عبكت ميخذوا على الكلام. طب ما هو اصلا الله قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. يعني انت بتقدر تقول له انا مواليك وانا وياك يد واحدة وانا وياك كذا بالكلام؟ الله بيقول مش غيره. في حالة ايش؟ في حالة اشي خطير تحتاجه انت. واذا قدر هو انه الموقف موقف خطير وانهم بدهم يخدعوا الامة وانهم بكذا، وفي عندك مثلا جيوش استعمار وجواسيس وتفاصيل، وانه ما انتو شفتوا لما ما قدروش على الثوار في سوريا والمجاهدين راحوا جابوا الاستعمار، جابوا اول شيء كهنة الشيعة لما انهزموا راحوا جابوا روسيا. هذول بتقدر انت تحكي معهم دائما بالطريقة يعني ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ اذا هذا باختصار للأسف احنا دائما الوقت. لذلك انا بدي اسأل سؤال، هل يجوز شرعا لأي مسلم يعرف في أي موطن من المواطن أنه يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، وإن كان مش بالضرورة كل المعروف يتحقق أو كل المنكر يزول، بيجوز له يتخلف؟ صار السؤال مش أنه يجوز له يفعل، هل يجوز له أن يتخلف وإلا يكون شيطان أخرس؟ بقول لك من بيستخدم السلاح خلصنا استخدموا، ما احنا قلنا هذا ما حدا بقدر يعترض على القادر أن يغير بالقوة مع هالجواسيس هاي اللي فرضت نفسها على الأمة بالقوة. أصلا العلمانيات في بلادنا فرضت بالقوة، الاستعمار اللي فرض العلمانيات لعلمكم، الاستعمار هو اللي نحى الإسلام وفرض فرض العلمانيات بالقوة، فإزالته بالقوة شرعي والأمة معك وبعدها ما تقبلش إلا الإسلام إذا وصلت بالقوة. لكن في مين اللي وصلك أنت؟ خلينا نأخذ التجربة المصرية. لما أجوا قالوا، طبعا أنا سبق قلت انه انا اصلا ما ادافع عن اي جماعة كانت تقعد يقولوا لي هذا عمل هيك 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 هيك، مش موضوعي هذا، موضوعي اللي بيضللوا الناس الان سواء كانوا بيفهموا او بيفهموش اللي بيضل. انت عارف شو لما تقول له لا يجوز انت بتظهر المسلمين اصلا ضعاف. تصوروا كم من المسلمين من الملايين هذه الفتوى بتمنعهم يعيدوا المسلمين للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مين اللي خذلهم باسم انه ما بدنا نكون تحت لواء الكفر؟ قال تحت لواء الكفر، انت بتقاوم الكفر اسكت تحت لواءه، انت ليش في البرلمان تحت لواء الكفر ولا داخل كلهم يا كفار؟ واحد زي سعيد المرسي النورسي رحمه الله في تركيا زمان، هذا زمان قديم، هذا ايام اتاتورك، بعث برسالة حتى تعرفوا ان الامة الاسلامية قريبة، بعث لنواب اتاتورك رسالة قرأت في البرلمان. سعيد النورسي هذا مجاهد وكبير، تمام، بعث للبرلمان رسالة بعنوان وقرأت في البرلمان، برلمان أتاتورك، كان عنوانها اعلموا أيها المبعوثون أنكم مبعوثون، اللي هو مبعوثون ولا اللي هو كان اسمه مبعوثون، ما هم كانوا يسموه عفوا كانوا يسموه المبعوثان كان هيك اسمه البرلمان أو النواب كان اسمهم هيك بغض النظر عن المنصوب والمرفوع. طيب الآن عارفين شو اللي صار؟ فلما قرأت في البرلمان فورا 50 نائب في برلمان أتاتورك صاروا يصلوا بس قرأت الرسالة، كيف لو جوا البرلمان هذا الرجل؟ كيف لو جوا؟ بدهم مش اياك بتقاتل، ومش بس هيك، وخذل الناس، خذل الملايين مشان الناس، مشان يظهر الإسلام ضعيف، مشان يستمر الكفر، وبيجي بيقول لك أنا مش راضي بالكفر، وأنت بتخذل المسلمين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبتقول لهم تروحوش وهذا كفر؟ شو بتعمل أنت قاعد؟ أنت بتظهر الإسلام ضعيف، بتظهر الإسلام ما له مؤيدين، بتمدع الإسلام يوصل،
بتمنعه يكشف حقيقة الكفر. طب ما هو أصلا اللي حصل في، خليني أختم فيها هون، احنا قلنا احنا ما مندافع عن الجماعة، ما يقعدوش ناس يقولوا طيب وكذا شو طيب وكذا، مين قالكم انا محامي عن حدا؟ انا ما، لكن لما اشوف الغلط خصوصا لما بشوفه بكثر ما بصير نسكت اصلا. طيب اللي حصل في مصر كمثال، قبلها اللي حصل وين؟ ما هو اصلا حصل في الجزائر وانقضوا عليها بعد ما نجحت جبهة الانقاذ، انقضوا عليها عسكريا. طب ليش انقضوا عليها عسكريا؟ انا بدي افهم ليش انقضوا عليها عسكريا. لانهم عارفين انهم راح يغيروا في الدستور، لانه على فكره كانوا ناجحين في الداخل البرلماني الجزائري باكثر من ثلثين المقاعد، وثلثين المقاعد كافي، فاضطروا يعملوا انقلاب عسكري ومنعوا من استلامهم. بتقولوا لي بجديش؟ بتقولوا لي طب ما ابطلت التجربه. ممتاز، ابطلت التجربه. طب ما هو لو نزلتش جبهه الانقاذ شو كان صار؟ كان نجحوا الالحاديين واليسار وغيره وخلص ومشيت، هاي الامه راضيه خلصنا. اما بهالطريقه شو صار؟ ونفس الشيء في مصر، كان قال لك غلطوا لما نزلوا. ليش غلطوا؟ ليش غلطوا؟ ما هي انكشفوا الجواسيس مش بس في مصر وفي باقي العالم العربي، وسقطت جماعات وسقطت احجاب احزاب وسقط مشايخ، واصبحت الامه امام الحقيقه. ولذلك الامه بتشحن، تشحن الان. مين اللي شحنها؟ مين اللي شحنها؟ لو بقي مرسي وما سقطش ولا يسقط، لا يسقط افضل، لانه بعدها شو صار؟ كان قال لك ليش دخلت وانت عارف انه ما بتقدر. ممتاز، ليترك اذا القضية. طب تصوروا لو تركها للتافهين كان لحد الان احزاب بطلة وقومية وكذا اخره، والشعب اختارها والشعب انتخبها. لا، واحد من ثنتين، يا اما بتقاتلوا في البرلمان ليغير ويبدل، يا اما بده يبطل البرلمان وينكشف على حقيقته خلاص انت نجحنا. هلقيت للي بده يستخدم القوة، هلقيت الساحة، بس ناقصها انك عود. ايوه شرارة، ناقصها شرارة بس. كنت قال لك كذول ما كانوش، قال سياسيين ما كانوش بيفهموا، اصلا بيفهموش لو ما دخلوش، لانه على اي وجه هم كسبانين والامة كسبانة. اما انا مش تقعد كل وصير يكون جبولي صح وكذب. طب هذول في الجماعة الفلانية قالت وفي واحد، انا مالي في الموضوع هذا. احنا بنحكي هل يجوز ان نصارع في كل مجال؟ يجوز ان نتخلف عن اي موقع، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تحت ستار اني قال يعني انت تحت لواء الكفر. انو لواء الكفر؟ ما هم عارفينك شو، وعمره كان المعارض تحت لواء الكفر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.